وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير على حضرتك، منورنا طبعا في قناة الأهلي، وأكيد مداخلة مهمة جدا مع حضرتك، وكلنا مش ناسيين في الحقيقة الجون اللي أنت جبته في منتخب مصر في 2004 في آخر اللحظات في بطولة الأمم الأفريقية، لما عديت كده من قبل نص الملعب وكملت وعديت من هاني سعيد، وكمان كان ساعتها مين كمان، تامر عبد الحميد في 2004، وجبت هدف اكثر من رائع للاسف الشديد بالنسبه لنا، يعني هدف اكيد ما يتنسيش بالنسبه للشعب الجزائري. برحب بحضرتك بكل تاكيد، وعايز اتكلم معاك على المباراه النهائيه والهامه جدا جدا للمنتخب الجزائري امام المنتخب السنغالي، وكيف ترى هذه المباراه؟ والله شكرا على التفضيل بعد مباراة نهائية. تمام. يعني المنتخبين معروفين عن الساحة الإفريقية. ولو هاد المنتخبين يعني ما عندهمش صعوبات قوية في الفوز في النهائيات. مثلا نعرف أن السنغال متأخر والجزائر فازت مرة واحدة في الكأس. ولكن الظلم هذا النهائي لم يأتي صدفة يعني. طبعا. كان في مصر وكانوا يعني أداء قوي خاصة فريقنا الجزائري اللي كان في المباراة كما نشوفوا المباراة يقدم يعني أداء أفضل ورجولي وقوي. طيب. نهائي يعني على طيب خليني اسال حضرتك برضو، هل المباراه الاولى ما بين المنتخبين في الدور الاول هل ممكن يكون ليها اثر على المباراه النهائيه؟ المباراه الاولى طبعا انتهت بفوز الجزائر بنتيجه 1-0 لهدف ليوسف البلايلي، هل ده ممكن يكون مقياس او مؤشر بالنسبه للمباراه النهائيه ان المنتخب الجزائري يكون موفق فيها ان شاء الله؟ اكيد راح يكون اثر يعني بسيكولوجي، يعني يعني عامل جديد في المنتخب الجزائري يعني يأثر على المنتخب السنغالي، لكن احنا نعرف ان المباريات يعني لا تتشابه، خاصة مباريات يعني الدور الاول ومباريات النهائي، هذا النهائي واخر مباراة وتعديل يعني ما راحش يدخروا اي جهد باش يفوزوا بمباراة، لان اخر مباراة في الكان كل اللاعبين يعني حابين يعني يتوجوا يفرحوا بلدهم. راح تكون مباراة أخرى ولكن أنا أقول اللي بسيكولوجيا المنتخب يعني الجزائري راح يكون يعني جائز معنوي. طيب الغيابات في المنتخبين، المنتخب الجزائري عنده يوسف عطال غياب مؤثر جدا، المباراة الثانية على التوالي بيغيب بسبب كسر في التركوة، في المقابل المنتخب السنغالي عنده مدافع قوي جدا غايب عن هذه المباراة وهو كاليدو كولوبالي نجم نابولي الإيطالي، هل شايف أن الغيابات دي مؤثرة بالنسبة للمنتخبين وهل ممكن تكون ليها دور في حسم المباراة لأحد الطرفين؟ أكيد خاصة المنتخب السنغالي يعني ركيزة، احنا نعرف أنه محور الدفاع يعني مهم جدا في القاعدة الدفاعية والمنظومة الدفاعية، خاصة كوليبالي هو المدافع ولكن هو من يبدأ يعني من صناعة الهجوم بين اللاعب اللي خرج الكرة ويمد الكرة في ذلك الهجومات، تمشي على كوليبالي كان يعني من المفتاح من مفاتيح فوزنا على المباراة الذهاب إلى أن بنجاح يعني لم يترك يعني كل ذلك راح فإن كان يمشي غيره وما يخليهش يعني يعمل يعني الشيء اللي خلاه يعني المنتخب السنغالي يتعثر لما يضاف لاتخاذ الكرة، هذا الشيء راح يساعد المنتخب الجزائري، نعرف أن المنتخب السنغالي عنده في ذاك نوعا ما في الدفاع وهذا الشيء راح يساعدنا بغياب اما يوسف عطال كل يعرف يوسف عطال خاصه يعني قدراته الهجوميه شيء اللي ممكن يقدم للفريق الجزائري اضافه كبيره في الهجوم، ولكن احنا نظن ان منتخب يعني فريق المنتخبين كل لاعبين جاهزين، وشفنا يعني الزفان في المنتخب عفوا في المباراه الماضيه يعني قدم تعرف اوقات صعود واوقات يعني لقاء في الدفاع، انا نظن تمام. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن حسين عشو نجم المنتخب الجزائري السابق.